طيب انا بمونيتور الاسكادول ازاي؟ لابد نشوف حاجه اسمها مونيتورنج الاسكادول. احنا عندنا بلان، احنا عندنا بلان، انا حاطط لكل تاسك وقت بدايه وقت ايه وقت نهايه، هتطلع ما يسمى ب البلاند ستارت والبلاند اند. انا شغال او انا شغال لازم ابتدي ابص اخبار الدنيا ايه، هل التاسك ابتدت فعلا في التاريخ اللي انا قايله ولا اتاخرت شويه الاكشوال ستارت. طيب خلص منها كام في المية؟ طب بيزد على الكلام ده هتخلص امتى؟ وبالتالي التأخير في البداية زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالظبط ادى الى تأخير في النهاية، ادى الى ايه؟ تأخير في بدل ما تخلص هنا هتخلص هنا. وبالتالي الازرق ده هو شكل البروجريس اللي حصل، انا فعلا او فعليا انا خلص من قد ايه من الاكتيفيتيز بتاعت اللي انا شغال عليها، او خلص قد ايه من البروجكت ده، البروجريس في البروجكت. فلازم ناخد بالنا قوي 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 من الحاجات دي. انا محدد وقت بدايه ووقت نهايه، لكن فعليا انا هبدا هنا وهنتهي هنا، وده التقدم اللي بيحصل في البروجكت بتاعي. بالنسبة للبروسيس، الأول ببتدي أبيلد البلان، نبتدي إيه؟ نبيلد البلان، بعدين بنسيف البلان كبيز لاين، بسيف البلان بتاعتي كما لو كانت إيه؟ كما لو كانت بيز لاين على الريجولار بيسس، على الريجولار بيسس. مثلا كل أسبوع، كل شهر، كل مايلستون، ببتدي ابص على كل التاسكس في التاريخ بتاعه ايا كان المايلستون انا محدده اللي المفروض تكون بدات، هل هي بدات ولا لا، اللي المفروض تكون بدات هل هي بدات ولا لا، بدات في وقتها ولا لا. طيب في اللحظه اللي احنا فيها البلان بتاعتي كان المفروض مثلا ان التاسك رقم 5 يخلص منها 50%، هل خلص منها 50% فعلا ولا 30 ولا 40%؟ طب التاسكات اللي المفروض تكون خلصت، خلصت ولا لسه ما خلصتش؟ طب خلصت في المواعيد ولا اتاخرت شويه؟ طب خلصت في المواعيد ولا خلصت بدري شويه؟ بعد ما بجمع الكلام ده كله وطلع بقى وقت البداية ووقت النهاية وخلص وبدأت في وقتها ولا اتأخرت، والإفورت اللي كان اللي احنا خدناه فيها، وبطلع البروجريس اللي احنا وصلنا له، بعد كده ممكن اعمل ما يسمى بالريبلان. ببتدي اشوف اخبار الدنيا ايه، هل الحاجات اللي لسه ما خلصتش هل الإفورت استيميتد ليها كان صح ولا لا، كان صح ولا انا محتاج ازود الاستيميشن ده شويه، او محتاج اقلل الديوريشن بتاعها شويه. وبالتالي ببتدي اشوف الافشنسي، ببتدي اشوف الافشنسي بتاعه الناس بتوعي، وببتدي ابص على التكنيكال بروجريس، ببتدي ابص بقى على ايه، على التكنيكال بروجريس، هل هو متوقع ومعبر عن البلاند ايفورت والبلاند بروجريس ولا لا. وبعد ما بنخلص بنطلع البلان الجديده مع البيز لاين الجديد، وبنعيد الكلام ده في الاسبوع اللي بعديه او الشهر اللي بعديه او المايلستون اللي بعديه على حسب الان ريجولر اللي انا عامله. مهم جدا جدا ان اكولكت الايفورت داتا، مهم جدا ان اكولكت الايفورت داتا. بس مشكله الايفورت داتا، مشكله الايفورت داتا
انه بيعتمد على الديفيلوبرز، بيعتمد على الديفيلوبرز، فالمفروض كل ديفيلوبر يسلمني في نهاية كل أسبوع أو نهاية كل شهر حاجة معينة. هو المفروض إيه التاسكات اللي عندي؟ هعتبر إن أنا عندي شخص اسمه جون دو، المفروض إن عنده في البروجكت ده اللي هو شغال عليه 5 تاسكس. المفروض هيشتغل على الـ requirement M1، الـ requirement M2، وبعدين هيعمل meeting وهيعمل research، وعنده شوية indirect activity، وعنده شوية indirect activities، والمفروض يريبورت ليا كل أسبوع، كل أسبوع هو عمل كم ساعة في كل تاسك من التاسكية دي. يقول لي أنا الأول اشتغلت 30 ساعة في الريكويرمنت ام 1 وساعتين في الميتنج واربع ساعات في الريسيرش. الكلام ده في الأسبوع الأولاني. في الأسبوع الثاني اشتغلت 30 ساعة في الـ requirement M2 وساعتين في الميتنج وأربعة في الريسيرش، وفي الأسبوع الثالث وفي الأسبوع الرابع وهكذا. وبالتالي نقدر نعرف الـ effort اللي بيتعمل بالنسبة لي الـ activities. بس المشكلة هنا إن الـ developer ممكن يريبورت أرقام مش مظبوطة، ويفضل إننا نستخدم automated tools. في tools كتيرة تقدر تمونيتور الكلام ده، زي مثلا هو بيلوجن على الريبوزيتوري امتى، بيعمل مثلا اوبت اوت واوبت ان او تشيك اوت وتشيك ان للفايلز كل قد ايه، بيعمل كوميت كل قد ايه. كل ده ممكن ناخده في الاعتبار. ده بالنسبه للايفورت. ده بالنسبه لمين؟ للايفورت. طب الكوست بقى احسبها ازاي؟ قال خد بالك، مهمه جدا جدا ان نعمل كوست كنترول. انا عندي حاجه اللي هي الكوست بريك داون استراكشر، فانا عندي هاردوير وسوفت وير وترافل وبروجكت بافر، وبطلع التوتال. البادجت اللي انا كنت حاططها، انا كنت حاطط للهاردوير 10,000 جنيه، وللسوفت وير 4,000، وللترابل 5، وللبروجكت بافر 3، والتوتال كان 22,000. طب الاكشوال بقى، يعني في اللحظه دي انا صرفت قد ايه؟ صرفت 5,000 في الهاردوير، 2,000 في السوفت وير، 6 في الترابل، مفيش في البافر، والتوتال كان 13,000. طب انا باقي لي قد ايه؟ دي هي الستيتس بتاعتي، وابتدي اشوف انا محتاج بادجت جديده للكلام ده ولا لا. اشوف الحاجات اللي حصل فيها اوفر راننج. يعني انا كنت عامل حسابي ان الترافل هيكلفني 5,000 جنيه، فكلفني 6 في الاكشوال. ده معناه ان انا عندي نقص 1,000 جنيه، وبالتالي انا محتاج ازود 1,000 جنيه في البادجت الجديده بشكل او باخر. البروجكت بافر كنت عامل حسابي ان انا هصرف 3,000 جنيه، فزودت 3,000 جنيه احتياطي، وبعدين ما صرفتهمش، وبالتالي انا بقى عندي زياده 3,000 جنيه، وبالتالي في البادجت الجديده انا هطلب 1000 جنيه بس. تمام كده؟ فده انا بيخليني ابص على الكوست بتاع المشروع، اشوف هل في اوفر راننج ولا مفيش، الفرق بين البادجت واللي بيحصل في الحقيقه، وبالتالي لو حصل فرق بحطه في النيو بادجت، وهكذا.
ناخد بالنا بقى ان ميزة الكلام ده انه relatively simple، سهل جدا. بس المشكلة هنا ان انا ببص على الاكشوال اكسبندشر، بص على مين؟ الاكشوال اكسبندشر، بس ده مش معناه اني اللي انا صرفته ده هو المطلوب مني. ممكن يكون في حاجات اتعاقدت عليها بس لسه ما دفعتش ثمنها، اللي بنسميه تاريخ الدفع، تاريخ الاستحقاق، والقصه الكبيره في الحسابات دي. كمان الكوست اليمنت ستراكشر هو افضل طريقه للمونيتور للاليمنتس المختلفه بالنسبه للبروجكت، الحاجات اللي احنا بنقول عليها بقى، اللي هي الحاجات بقى اللي هنحتاجها، سواء كانت ماتيريال، سبورت، هاردوير، سوفت وير، الحاجات دي كلها. بس عيبه ان في حاجات ما اقدرش اقيسها بشكل واضح، وده مش بيديني الاوفر اول ستيتس للبروجكت، ده هو عيبه. عشان كده بنحتاج حاجه اسمها الايرند فاليو اناليسيس. الايرند فاليو اناليسيس ده عباره عن انتجريتد ابروتش. ده ايه انتجريتد ابروتش؟ بقدر عن طريقه اعمل مونيتور للبروجكت ماشي ازاي مع التايم والكوست والبروجرس كلهم مع بعض. فبالتالي الايرند فاليو ده بروفايد ان انتجريتد فيو للبروجكت بتاعي عشان اميجر البلاند ايفورت اللي هي الكوستس والاكشوال بروجريس اللي هي الايرند فاليو والايفورت اللي هي الاكشوال كوست اللي حصلت. يبقى انا ببص على البلاند والاكشوال والبروجريس، كان عندي بلان واللي حصل فعليا والتقدم اللي حصل في البروجكت بتاعي. الكلام ده كله بيترجم في شكل فلوس. بيترجم في شكل ايه؟ بيترجم في شكل فلوس. يعني مثلا البلاند ايفورت ده انا عامل بلان ان في نهايه الشهر المفروض الناس هتكون اشتغلت 180 ساعه. ال 180 ساعه مثلا ب 50,000 جنيه. يبقى البلان ان هدفع 50,000. الاكشوال بروجريس هم الناس خلصوا من البلان دي قد ايه؟ هل البرودكت خلصت بنسبه 50% ولا 100%؟ ده الاكشوال بقى. انا كنت عامل حسابي اصرف 50,000 بس التاسك خلص منها 50% فعليا بقى. كان الايرند فاليو 25,000 بس مش 50,000. 25,000 يعني 50% من ال 50,000. فالبلاند والبروجريس والكوست كلهم مترجمين في شكل فلوس، بيوريني البروجكت كله شكله عامل ازاي. ناخد بالنا احنا بنقارن البلان بالبروجريس بالاكشوال وورك بيونت واحده، بسيم يونت اللي هي الفلوس، وبالتالي كله واضح. ده بيقول لي البروجكت متقدم ولا متاخر، البروجكت متقدم ولا متاخر، وبكوستنج اكتر ولا اقل. كويس جدا. الاسامبشنز بقى، الفروض بتاعتي، بفرض عندي ان المان باور بحولها الكوست، وبالتالي اي حاجه بحولها لكوست. دايما بقول ان الاكشوال مان باور اللي تمت هي الاكشوال كوست،
والبروجرس بترجمه لفلوس. يبقى انا عندي ثلاثة فاليو. عندي كام؟ عندي ثلاثة فاليو. البلاند فاليو، عندي البلاند فاليو اللي هو الكوميوليتيف كوست بلاند فور ذا بروجكت. انا في خلال الفتره دي من اول البروجكت لغايه اللحظه اللي انا واقف عليها، انا كنت عامل بلاننج ان انا هدفع مرتبات قد ايه، وهشتري ماتيريال او هاردوير او سوفت وير بقد ايه، والاوفر هيدز بقد ايه. فانا مثلا بعد اول 3 شهور من البروجكت انا المفروض اكون دافع 150,000. ده بالنسبة لي البلان. حلو، الاكشوال كوست انا دفعت كم اصلا حقيقة بقى؟ انا مثلا دفعت 180,000. السؤال، في نهاية الثلاث شهور دول هل الحاجة اللي انا كنت عامل لها بلانينج كديليفرابل خلصت ولا لا؟ لو خلصت معناها ان انا جالي ما يوازي البلان بتاعتي. حلو، ما فيش مشكلة خالص. الحاجة التالتة، عندي الايرند فاليو. الايرند فاليو هي نسبة ما انتهى من البلان، ده الاكشوال بروجريس بقى. نسبة ما انتهى من البلان مضروب في البلاننج فاليو. هي ملهاش علاقة بقى بالاكشوال كوست، لا، ده الايرند فاليو. انا في ايدي حاليا قد ايه؟ حلو جدا. خلينا نفترض ان انا عندي بروجكت. البروجكت ده عباره عن 3 تاسكس، A وB وC. الاولى بتاخد شهرين اللي هي A، والثانيه بتاخد شهرين اللي هي B، والثالثه بتاخد 4 شهور اللي هي التاسك C، او اسابيع ايا كان يعني المايلستون اللي انت مقسمها. يعني دي هي التايم يونت، دي هي التايم يونت. وبالتالي التاسك الاولى هتاخد 500 جنيه في الاسبوع الاولاني و500 في الاسبوع الثاني. والتاسك الثانيه بلاند عندي ان هي هتاخد 2000 جنيه، فهتاخد 1000 في الاسبوع الثاني و1000 في الاسبوع الثاني. والتاسك الرابعه بلاند عندي ان هي تاخد 400 جنيه، فهتاخد 100 100 100 100. كويس جدا. وبالتالي اقدر احسب الكوست بتاع الاولاني، هيبقى 500 والثاني 1500. ففي نهايه الاسبوع الثاني انا هكون دفعت 2000 جنيه كتوتال. في الاسبوع الثالث انا محتاج 1100 زائد 2000 يبقى 300. في الاسبوع الرابع انا محتاج 100 زائد 300 يبقى 3200. الاسبوع الخامس والاسبوع السادس يبقى التوتال عندي 3400. وبالتالي الجراف اللي قدامنا ده بيوريني في نهاية كل بيريود، أو في نهاية بقى كل مايلستون أو كل مانس أيا كان، أنا دفعت قد إيه. دي اسمها البلاند فاليو. اسمها الإيه؟ البلاند فاليو أو البلاند كوست كومبيوتيشن، على حسب الأكتيفيتيز وعلى حسب كل واحدة. يعني في نهاية كل شهر أو كل مايلستون هتكلفني قد إيه. السؤال بقى، انا عايز اعرف الايرند فاليو بحسبها ازاي. الايرند فاليو ده مهم جدا. الفكره كلها انا ببص في نهايه البيريود، انا كنت عامل بلاننج ان في نهايه التاسك عندي ديليفرابل. طب التاسك دي خلص منها قد ايه؟ لو خلص منها جزء معين يبقى ده هو الايرند فاليو. زي ما قلت لك الايرن فاليو انا خلصت قد ايه. طيب ازاي بقى بحسب الايرن فاليو؟ قال لي عندي مجموعه من الرولز. في رول بتقول ان الايرن فاليو بتاعتي بتتحسب عن طريق ان انا بعمل اكزامينينج للبرودكت نفسها. بروح اعمل اكزامين للبرودكت نفسها، بشوف والله انا وصلت لقد ايه فيها. وفي رول بتقول أنا باخد 50% في الأول و 50% في الآخر، أو 20% في البداية و 80% في النهاية، أو ما باخدش حاجة في الأول
وباخد 100% في النهاية. يعني لو ما خلصتش يبقى الفاليو بتاعتها، او لو ما خلصتش يبقى الفاليو بتاعتها بتساوي صفر، لو انا ما خلصتش التاسك. وبالتالي بلاقي البلاند فاليو على الجراف بتاعي بتزيد بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي هو الخط الاسود السوليد الكبير ده. في الاول بعد اسبوع، وبعد اسبوعين، وبعد وهكذا، بالنسبه بس للتايم والمايلستونز بتاعتي اللي انا واخدتها. فدي هي البلاند فاليو. حلو جدا جدا. عند لحظه معينه، لو قلنا مثلا عند اللحظه دي، انت المفروض البلاند فاليو بتاعتك عند اللحظه دي تكون خلصت 3 برودكت مثلا. فانت هنا ما خلصتش الثلاثة، ده انت خلصت واحدة فقط من الثلاثة، يعني فيه اتنين لسه ما خلصوش. طب الواحدة او الواحد ده قيمته قد ايه؟ او الجزء اللي خلص المفروض كان يتصرف عليه قد ايه؟ انت البلان بتاعتك ان في الاسبوع الرابع مثلا تكون صرفت 10,000 جنيه، وتكون اخدت مثلا الريكويرمنت دوكيومنت والديزاين دوكيومنت. الريكويرمنت دوكيومنت كان معمول لها في البلان 2000 جنيه، والديزاين دوكيومنت معمول لها في البلان 8,000 جنيه. انت فعلا دفعت 10,000 جنيه، انت فعلا فعلا دفعت 10,000 جنيه، بس اللي جاهز دلوقتي هي الريكويرمنت فقط، والديزاين لسه ما خلصتش. يبقى انت اكشوالي اللي في ايدك دلوقتي قيمته قد ايه؟ قيمته 2000، لان الريكويرمنت كانت ب 2000 والديزاين كانت ب 8، وانت فعلا دفعت 10 على بعض اللي هو الاكشوال. بس اللي انت استلمته هي الريكويرمنت، فانت فقط اللي في ايدك قيمته كام؟ 2000 جنيه. السؤال، انت دفعت كام فعلا؟ انت ممكن تكون دفعت 15,000 جنيه، ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. هنا انت حولت البلان والاكشوال كوست والاكشوال اوتبوت اللي هو الايرنت فاليو، الاوتبوت الحقيقي اللي طلع لك، البرودكت اللي طلع لك في شكل فلوس، تقدر تقارن الثلاثة دول ببعض. فدي هي احنا بنسميها البلاند فاليو. دي هي البلاند فاليو، ده هو الاكشوال كوست، ودي هي الايرنت فاليو. الفرق ما بين البلاند فاليو والايرنت فاليو ده هو الفرق في الاسكادول، اللي هو الاسكادول فاريانس، الفرق في الاسكادول. ده معناه انك كنت عامل بلان انك تدفع فلوس وتاخد اوتبوت، حقيقة انت اخدت اوتبوت اقل. معنى كده ان في اوتبوت متاخره ما طلعتش، وده الفرق في الاسكيدول او الاسكيدول فاريانس. والفرق ده هو الفرق في الكوست، انت دفعت فلوس قد كده بس ما اخدتش فاليو بقيمتها، ما اخدتش فاليو بقيمتها. انت دفعت مثلا اكشوالي 15,000 واخدت اوتبوت ب 2000، اللي هو الايرند اللي هو في ايدك حاليا، خدت فاليو ب 2000. ده هو الفرق في الكوست او الكوست فاريانس. الاثنين دول الاسكادوال فاريانس والكوست فاريانس، الاثنين دول بيوروني الفرق في الاسكادوال والفرق في الكوست على وان انتجريتد جراف او وان انتجريتد افريج. وبالتالي لازم ناخد بالنا من البادجت ات كومبليشن، بي اي سي، البادجت ات كومبليشن، يعني في نهاية المشروع البادجت شكلها عامل ازاي، و الاسكادوال فاريانس الاس في. الاسكادوال فاريانس ده هو الفرق ما بين اللي انا اخدته حقيقة وما بين
البلان اللي كانت معمولة. شوف حتى بيقول لك هو ايه، هو عبارة عن البي سي دبليو بي الكومباريزون ما بين الاماونت اوف ورك برفورمد دورينج البيريد اوف تايم واللي انا كنت حاطه في السكادول واللي انا كنت حاطه في البلان. يبقى هو الفرق ما بين اللي انا اخذته حقيقه وبين البلان اللي كانت معموله. وفي كمان الكوست فاريانس. الكوست فاريانس هو الفرق. بس الاول ناخد بالنا ان لو كان السكادول فاريانس نيجاتيف معناه ان الاكشوال اقل من البلان. الاكشوال اقل من مين؟ الاكشوال اقل من البلان. والكوست فاريانس هو الفرق ما بين اللي انا دفعته واللي انا وصلت له. الفرق ما بين اللي انا دفعته واللي انا وصلت له. ولو كان الفرق سالب معناه ان البروجكت بيصرف اكتر من اللي انا كنت مخطط له. البروجكت بيصرف اكتر من اللي انا كنت مخطط له.